الموضوع غادي عندي عرض حول الرشوة الجنسية. هو مشروع اللي بدأته منظمة الشفافية في المغرب بشراكة مع منظمة الشفافية الدولية وجمعية ديال دولية للقاضيات وجمع واحد نادي القاضيات في المغرب في سنة 2017. هو مشروع يتحدث عن نوع خاص يمس أساسا النساء ويأتي في إطار الاهتمام الجديد لكل الفاعلين والفاعلات في المجال ديال مناهضة الرشوة بالتأثير المتباين ديال الرشوة على النساء والرجال. وبالتالي في إطار هذا السياق هذا الاهتمام برز بأن راه كاين واحد النوع ديال العنف اللي كتعانيه النساء واللي يمكن نصنفوه لا قانونيا ولا مفاهيميا على أنه نوع من أنواع الرشوة، وهي ما يسمى بالرشوة الجنسية أو الابتزاز الجنسي، وهو سلوك تنطبق عليه كل مواصفات وتعريفات الرشوة. فهو سلوك يأتي نتيجة لاستعمال السلطة، يأتي نتيجة للإكراه، ويأتي يعني من يأتي ينطبق عليه مفهوم ديال الرشوة اللي كتحدد فيه أنه اللي كتعرف على أساس أنه تقديم خدمة المفروض أنها تكون مجانية مقابل خدمة خاصة. الخدمة الخاصة في الرشوة العادية كتكون هي الجانب المادي، في إطار هذا الابتزاز الجنسي كتكون الخدمة هو الجنس. إذن هذا بشكل عام الموضوع اللي غادي نطرق ليه اليوم. غنطرق للتحديات اللي كيواجهها أي فاعل يريد أن يناهض هذا النوع من الرشوة. غادي نعطي فكرة نبدأ على ما يقوله التشريع الوطني، وهل بإمكانه كما هو قائم حاليا أنه يكون أداة للزجر ومعاقبة ولجبر ضرر ضحايا هذه الرشوة الجنسية، أم أنه ينبغي أن يتم إدخال عدد من التعديلات. طبعا احنا ركزنا في منظمة الشفافية المغربية على القانون الجنائي، ولكن طبعا قمنا بدراسة هي اللي غتقدم بالموازاة مع العرض حول الرشوة الجنسية حول مدى تقوله النصوص القانونية في الإطار المعياري الوطني بشكل عام في المجال ديال الرشوة الجنسية.